ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الأخبار المحلية والبرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك واللي عمل جلسة مطولة مع اللعيبة وأشاد بالمستوى اللي قدمه الفريق خلال مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري. وأكد فريرا على امتلاك الجميع مستوى أفضل لتقديمه خلال المباريات القادمة، وإن لازم نقفل ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي، والتركيز فقط هيكون على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولين العرب والحصول على 3 نقط. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بيتشاور مع جهازه المعاون لتصحيح الأخطاء اللي ظهرت في مباراتين فيوتشر ومباراة فاركو. ومن ناحية تانية أشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللعيبة وإصرارهم على تحقيق الفوز، وأكد أن الأهلي كافح لآخر لحظة في المباراة دي، وده بإيدينا وبالثقة في القدرة على التسجيل في أي وقت. وتصدر برنامج اكتشاف المواهب الكرويه كيبيتانو مصر وقوائم الاكثر تداولا وتغريدا عبر منصه تويتر، بالتزامن مع عرض الحلقه الاولى من البرنامج اللي بيتم من خلاله اكتشاف المواهب الرياضيه من كل انحاء الجمهوريه. عدد كبير من رواد تويتر اشادوا بالانطلاقه الاولى للبرنامج اللي اعتبروه واحد من المشروعات المهمه لدعم واكتشاف مواهب كره القدم في مصر. بيواصل منتخب الشباب تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة زامبيا الودية واللي هتتلعب بيوم 26 و30 ديسمبر الجاري، واستعداداً لنهائيات أمم إفريقيا اللي هتتلعب في مصر في شهر فبراير اللي جاي. منتخب مصر لكرة اليد تعادل مع المنتخب القطري بنتيجة 30-30 ودياً للمرة الثانية في القاهرة، استعداداً لبطولة العالم واللي هتتلعب في شهر يناير 2023 في بولندا والسويد. وبعد ما انتهت المباراة قرر الجهاز الفني لمنتخب اليد يمنح راحة للاعيبة لمدة 24 ساعة بعد ختام ودياتي قطر قبل استئناف المعسكر المغلق بكرة، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس في العالم عن 2022 واللي هيتم توزيعها على هامش حفل جوائز ذا بيست. وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم 7 حراس بيتصدرهم المغربي ياسين بونو حارس فريق إشبيلية الإسباني بعد تألقه مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022، وتصدر الهدف الثاني اللي سجله سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي في شباك الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في المونديال، ثم هدف البرازيلي ريتشارليسون قدام المنتخب الصربي. اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 كشفت عن الشعار الرسمي للبطولة اللي هتتلعب في دول أمريكا الشمالية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وهتتلعب نسخة كأس العالم 2026 لأول مرة في 3 دول، ومن ضمن 48 أو بتضم 48 منتخب هيتم توزيعهم على 12 مجموعة. كيلي ابنة اللاعب الأسطورة بيلي كشفت على صفحتها الشخصية على الانستجرام قضاء والدها عيد الميلاد في المستشفى، وقالت قررنا مع الأطباء أنه من الأفضل لوالدي البقاء في المستشفى لتلقي كل الرعاية اللي بيحتاجها. وأكدت كيلي أن والدها تلقى جميع الجرعات اللازمة لكنه أصيب بعدوى رئوية لأن مناعته تراجعت بشكل كبير نتيجة تناوله دواء السرطان والعلاج الكيماوي، وده اللي هيحتم دخوله المستشفى. نيمار دي سيلفا وماركينوس نجوم منتخب البرازيل رجعوا لتدريبات فريقهم باريس سان جيرمان ضمن استعدادات النادي الباريسي للدوري المحلي وكأس فرنسا ومواجهات دوري أبطال أوروبا. ونشر نادي باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي في تويتر أن نيمار وماركينوس هينتظموا في تدريبات النادي الباريسي. فريق مانشستر سيتي فاز على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي. جت أهداف المباراة عن طريق هالاند ورياض محرز وأكي في الدقائق 10 و47 و58 على التوالي، وجت أهداف ليفربول عن طريق كارفيليو ومحمد صلاح في الدقائق 20 و48 على التوالي. اتأهل أتلتيكو مدريد للدور 32 من كأس ملك أسبانيا بعد فوزه على فريق أرينتيرو في الدرجة أو من الدرجة الرابعة بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ملك أسبانيا للموسم الحالي.
مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع زميلتي بسنت.